بطل حلقتنا الحقيقة واحد ممن أجمع المؤرخون أن ما فعله محطة ومفصل مهم وخطير في تاريخ مصر الحديث. بطل حلقتنا له جملة مأثورة تتردد في كتب التاريخ وعلى ألسنة الأجيال، بل وتم ترجمتها لكي تكون شعارا للشعوب المقهورة، ولكي تكون نبراسا، ولكي تكون صرخة حرية في وجه كل من أراد احتلال الأمم والشعوب وقهر حريتها. هذه العبارة هي: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لن نستعبد أو نورث بعد اليوم. بطل هذه الحلقة هو أحمد عرابي. أحمد عرابي قصة احتار فيها الكثيرون، وللأسف الشديد استطاع بعض المؤرخين أن يلقوا ظلالا من الشك حول نهايته، لدرجة أنه في أحد الكتب صدر منذ سنوات بعنوان عرابي المفترى عليه. أحمد عرابي ولد في الشرقية لوالد عنده بعض الأطيان، ولد في 31 مارس 1841، وتوفى في 21 سبتمبر 1911. عرابي ولد في قرية طبعا مثل كل أبناء الطبقة الوسطى أو أبناء الطبقة البرجوازية الصغيرة الذين كانوا يعني لديهم بعض الأطيان في الريف، كانوا بيودوا أولادهم في إلى الكتاتيب، فتعلم القرآن صغيرا وحفظه كله، وأيضا تعلم الحساب وهو صغير عند صراف مسيحي في القرية. الصراف اسمه ميخائيل غطاس. عرابي تعلم على يده الحساب وبعض الدروس الأولية في الفيزياء وفي الكيمياء، وأيضا تعلم جداول الحساب والضرب على يديه. إذن نشأته الأولى نشأة لطفل في الريف المصري لديه يعني فهم لطبيعة المجتمع الكوزموبوليتان أو المجتمع المتعدد الأعراق والجنسيات وأيضا الأديان. عندما كبر كان الوالي سعيد باشا فتح فرصة انضمام أبناء المصريين إلى الجيش. دخل عرابي المدرسة العسكرية وأبرز مبكرا قدراته، أو أثبت نظرية أنه المصريين قادرين على أن يتعلموا العلوم العسكرية بل يتفوقوا فيها على الشراكسة. كان في صراع في الجيش المصري الحقيقة من أيام محمد علي بين الألبان والأتراك والمصريين. محمد علي كان يحكم بقبضة من حديد، وكان واضع قوانين عسكرية صارمة، وكان موجود أيضا سيف باشا الفرنساوي، ده مؤسس الجيش المصري ووضع هيكله في عصر محمد علي، لأنه طبعا الجيش المصري ضارب في أعراق التاريخ وفي الجذور من أيام مينا وأحمس وعصر ما قبل الأسرات. لكن محمد علي لما جه هو رجل ألباني عرف كيف يحكم مصر، وكان له طريقة ويضع قانون صارم جدا في الحكم، فجاب واحد فرنساوي أساسا أسلم اللي هو يعتبر جد الملكة نازلي من ناحية الأم، وهذا الرجل وضع قواعد صارمة بمعنى أنه تنطبق على الشركسي أو التركي والألباني واليوناني والمصري والحبشي والسوداني، كله تحت جيش مصر. لكن للأسف الشديد بعد موت محمد علي ومجيء بقى عباس ثم سعيد، بدأت هذه القواعد تتضاءل.
في عهد الوالي سعيد ابن محمد علي بدأ شوية يحن للمصريين، فهو اللي سمح بدخول المصريين الجيش. لما دخل بعض المصريين تفوقوا على الشراكسة، لأنه دايما للأسف الشديد كان فيه قادة عسكريين شراكسة بيفضلوا وبيميزوا الأجانب على المصريين داخل الجيش المصري. الحكاية دي كانت مضايقة عرابي. القواعد كانت بتقول انه اللي بيثبت تفوق في تدريباته في المهام المطلوبة منه بيترقى. استطاع عرابي في وقت قصير جدا انه يترقى من يزباشي يعني نقيب الى ساق يعني رائد الى بكباشي يعني مقدم في وقت قصير جدا. استطاع ايضا انه تكون له سمعة طيبة بين كل زملائه بل بين كل افراد الجيش. ده ضايق واستفز احد القادة العسكريين الشراكسة اسمه خسرو باشا، فحاول يحد من ترقي عرابي في المناصب، بل انه اوقفه وجعل الشراكسة يترقون ويحصلون على مناصب فوقه، مما جعل ذلك يستفز عرابي وزملائه من المصريين، الى ان جاء عثمان رفقي باشا ناظرا للجهادية، فبدأ يعصف بشكل مريع بالضباط المصريين وبدأ يمنع ترقيته، بل انه قلل من رواتبهم او ماهيتهم، يعني كانت الماهية هي التعبير يعني بتاع هذا الزمان. عرابي لم يرضى بذلك، يعني عايز اقول لكم انه بداية ما سمي في هذا الوقت هوجة عرابي او ثورة عرابي انه الشركسي عثمان رفقي ناظر الجهادية وزير الدفاع قلص اولا دخول المصريين اساسا للمدرسة العسكرية او الكلية الحربية يعني بلغة العصر، بدأ يقلل مرتباتهم، وقف ترقية مناصبه. ده كان السبب الاول، خلينا نقول عشان بس نكتب التاريخ او نعيد صياغة التاريخ في استفزاز عرابي واستفزاز المصريين داخل الجيش المصري. فاجتمع عرابي مع زملائه وقرروا ان هم يعترضوا على ذلك، فكتبوا عريضة للخديوي بيشتكوا فيها انه عثمان رفقي بيفضل الشراكسة على المصريين في الجيش المصري. فالخديوي رد على انه هذا ليس من شأنكم. قبل الخديوي توفيق وعرابي ووقفتهم الشهيرة وحوارهم الشهير في امام قصر عابدين، عايز ارجع للفترة بتاع الخديوي اسماعيل، لأنها الحقيقة شهدت فصل عرابي أساسا من العسكرية، والسبب برضو كان الشراكسة، والسبب كان أيضا خسرو باشا اللي هو كان له يعني زمرته ويعني تابعين له في الجيش المصري، وكان دائما يضطهد المصريين داخل الجيش، وكان يرى في عرابي بانه شديد الرأس غليظ الطباع، كان ده التعبير بتاعه اللي كان بيقوله عن عرابي. اللي حصل انه خسره لكي يضمن يعني قطع شقفة عرابي من الجيش وعدم استمراره فيه، دبر له مكيدة، وكان ذلك ايام الخديوي اسماعيل، حيث اوعز الى ناظر الجهادية اسماعيل سليم باشا في هذا الوقت، وقال له ان هو يثير الهوجة او يثير اللغط او يعمل فتنة ما بين المصريين والشراكسة داخل الجيش. فتعرض لمحاكمة امام مجلس العسكري وفصل من الجيش عرابي بسبب مكيدة خسرو باشا الشركسي. لكن عرابي من الجوانب او الصفحات اللي كتير ما يعرفوهاش انه كان قد تزوج مرضعة احد الامراء من ابناء محمد علي، وهذه المرضعة يعني ارضعت اخت حرم الخديوي توفيق، فكانت تعرف اميرات الاسرة العلوية، وبالتالي توسطت، ودي زوجة عرابي وكانت تدعى كريمة، وتوسطت انها لكي يعود مرة اخرى
للحياة العسكرية، وبالفعل أصدر الخديوي إسماعيل قرار بالعفو عن عرابي وإعادته إلى الجيش مرة أخرى. لكن هذه القصة تركت بداخله حالة من حالات السخط الشديد ضد الشراكسة. عندما عاد إلى الجيش كلف بأن يقود حملة عسكرية إلى الحبشة، لكن هذه الحملة هزمت هناك، وكان ذلك بسبب أيضا أنه لم يكن هو قائد للحملة، وإنما كان مأمورا من القادة الشراكسة في هذه الحملة. عاد إلى مصر وهو بداخله حالة من حالات السخط الشديد ضد الشراكسة، ووجد المصريين حالهم جوه الجيش لا يسر عدو ولا حبيب، وبرضه ممنوعين من الترقي للمناصب العليا. فجلس ليكتب إلى الخديوي توفيق مذكرة بالظلم الواقع عليهم، وكتب في المذكرة إن هم ينتظرون رد الخديوي. في المرة الأولانية ما ردش الخديوي، عرابي اجتمع مرة أخرى وكتب مذكرة وهدد بالعصيان. الخديوي قرر يحول الضباط والجنود المصريين للمحاكمة العسكرية. عرابي اجتمع بزملائه وأرسل للخديوي يقول له إذا لم يتم الاستجابة لطلباتنا فسوف نكون صباح اليوم التالي في قصر عابدين معتصمين ومضربين. لأول مرة كان بيسمع الخديوي أو حد من حكام أسرة محمد علي هذه التعبيرات، اعتصام وإضراب وعصيان. الحقيقة كانت تعبيرات وضعت الخديوي اللي أساسا ميال للإنجليز وكان ميال للجاليات الأجنبية وبيكره المصريين وبيتعامل بتعالي وتفاخر. خديوي توفيق من أكتر حكام أسرة محمد علي عداء أساسا للمصريين، وكان بيعتبر أنه يعني هو نوع أساسا من التفضل أنه هو قاعد في قصر عابدين بيحكم المصريين. المصريين سيس خرسيس زي ما كان بيردد دائما، أو زي ما كنا بنسمع في الأفلام والمسلسلات. عرابي كان يشعر بأنه توفيق بيكره مش بس ضباط المصريين وإنما بيكره الشعب المصري. المهم أنه عرابي أخذ زملائه بالفعل 9 سبتمبر 1881 وقف وقفته الشهيرة أمام قصر عابدين، وحصل حوار أنا بعتبره نموذج للحوار اللي بين الحاكم والمحكوم عندما يكون هناك فرق شاسع بينهم، عندما يكون الحاكم من فوق منصته أو كرسي الحكم أو عرشه يشعر بأنه حذاؤه فوق الشعب. فشوفوا لغة الحوار ما بين حاكم مستبد فاسد سيصبح بعد ذلك ألعوبة في يد المحتل أو في يد المستعمر، وما بين رمز شعبي يشعر بنظرة هذا المتعالي الفاجر اللي اسمه الخديوي توفيق. الحوار في منتهى الروعة، والحوار تقريبا يعني اتكتب أجمع يعني فيش يعني في كل المراجع والمصادر التاريخية ما حدش شكك في هذا الحوار، لأنه في حاجات ممكن في وقائع البعض يشكك فيها، لكن الحوار اللي حصل ما بين عرابي وما بين الخديوي توفيق تقريبا في إجماع من كل المصادر التاريخية. الحوار بيقول إيه؟ الخديوي واقف وأمام عرابي، وطبعا هتلاقوا كتير من الرسومات رسمت هذا المشهد التاريخي، بيقولوا الطلبات لا حق لكم فيها، أنا ورثت ملك البلاد عن أبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا. عرابي بيقول لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. فالخديوي بيقول له أنتم تمردتم علينا، فبيرد عليه عرابي بيقول له أنتم لا تعرفون من هو الشعب المصري الذي تحكمونه. بيستمر الحوار، بينظر توفيق حوله إلى أن بيضطر إلى أنه يقول له قرب أنت عايز إيه؟ فبيقول له ما معناه؟ عايز إقالة وزارة عثمان رفقي. طيب بيقول له نجيب مين؟ فبيقول له تجيب محمود سامي البارودي. نستطيع أن نقول أن الخديوي توفيق استجاب لطلبات عرابي وزملائه
في سابقة هي الأولى في العصر الحديث بعد تاريخ طويل من القهر، سواء من أيام الفاطميين أو المماليك أو حتى لغاية دخول الغزو العثماني إلى مصر 1517. لم يحدث إنه حاكم استجاب لثورة شعب، لذلك البعض بيطلق عليها هوجة. أنا بعتبر ما حدث من عرابي وزملائه ثورة بكل معنى الكلمة. نعم ثورة بدأت بمطالبة بحقوق أفراد، عرابي وزملائه حاسين بظلم من الشراكسة في الجيش والأتراك، قدرتهم على أنهم يصروا على أنه هذا الجالس فوق العرش يستجيب لطلباتهم. طيب هم حققوا طلباتهم واستجاب للطلبات بتاعتهم. طلبات بالمناسبة ما كانش فيها بس يعني مستحقات لأفراد المصريين في الجيش، وإنما أيضا تقوية الجيش المصري، أيضا مصرنة الوظائف، إنه مش كل الوظائف العليا يبقى فيها شراكسة وأتراك وأجانب. أيضا خدوا بالكم دستور جديد، وده اللي بيخلينا أقول إن ثورة عرابي كانت ثورة وطنية بصناعة مصرية 100%، ثورة ألهمت كل الثورات اللي جاءت بعد ذلك بالمناسبة، سواء ثورة 19 بعد سنوات قليلة أو حتى ثورة الطلبة في الثلاثينات من القرن الماضي أو ثورة 52 أو حتى انتفاضة الخبز أيام السادات ثم ثورة 25 يناير 2011. أنا بعتبر ثورة عرابي ملهمة لكل الحركات الوطنية في مصر، لأنها طلبت بحقوق شعبية وطلبت أيضا بغل يد الأجنبي في مصر وتدخله في الشأن المصري، وطلبت وهو الأهم بدستور، دستور يبقى مقر فيه حقوق المصريين وحقوق الشعب المصري. طيب مين اللي هيعمل كل ده؟ عرابي طالب بإزالة عثمان رفقي باشا وتعيين محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي هو رب السيف والقلم، هو رجل رغم تعليمه على يد أجانب لكنه رجل مصري 100%. محمود سامي البارودي تستطيع أن تعرف من هو من خلال أشعاره، رجل وطني معاشق لهذا البلد. هقف هنا عند هذه النقطة من قصة حياة الزعيم أحمد عرابي.